في ساعات متأخرة من الليل وحتى هذه اللحظة حدث حريق كبير في محافظة النجف، تحديدا في المدينة المائية من أكبر المدن التجارية والصناعية في محافظة النجف، التي تحتوي على مئات المحلات التجارية، محلات لبيع الملابس النسائية والرجالية، محلات لبيع العطورات، محلات لبيع منتجات مختلفة، وهنالك محلات طبعا فيها مواد تساعد على الاشتعال كالعطورات والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مادة الكحول. طبعا فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث بسرعة في اللحظات الأولى، الآن يحاولون إطفاء الحريق الكبير، لكن هذا الحريق يلتهم المحلات بسرعة كبيرة، قد لا تستطيع فرق الإطفاء في هذه اللحظة أن تتم السيطرة على هذا الحريق. شباب